تعلم الإنجليزية والذكاء الاصطناعي بوابة الفرص لتحقيق الدخل. مرحباً بكم في فيديو جديد على قناتنا. اليوم سنتحدث عن كيف يمكن أن يكون تعلم الإنجليزية وفهم مفاهيم الذكاء الاصطناعي بوابة لفتح أفق جديد من الفرص لتحقيق الدخل. توسيع الفرص الوظيفية. ستكتسب مهارات اللغة الإنجليزية القوية فرصاً واسعة في سوق العمل الدولي، بينما يمكن لفهم الذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى فتح أبواب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. العمل في مجتمع الابتكار. يمكن للمعرفة بالإنجليزية والذكاء الاصطناعي أن تمكنك من المشاركة في مشاريع الابتكار والتقنيات الحديثة، مما يتيح لك فرصاً لكسب الدخل من خلال المشاركة الفعالة. العمل كمستقل. باستخدام مهارات اللغة الإنجليزية والفهم الجيد للذكاء الاصطناعي، يمكنك البدء في العمل كمستقل وتقديم خدماتك لمشاريع دولية. استثمار في مستقبل التكنولوجيا. توجيه تعلمك نحو اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون استثماراً في مستقبل التكنولوجيا، مما يفتح أفقاً للفرص المالية. انضموا إلينا لاستكشاف المزيد حول كيف يمكن لتلك المهارات أن تصبح محركاً لتحقيق الربح وتحسين فرص الحياة المهنية والشخصية. لا تنسوا الاشتراك وترك تعليقاتكم، فلنبدأ هذه الرحلة الملهمة معاً.